هالك غير تيدي هات على الأبية المادر هي من وين؟ عشرة المادر فوق البيت. ما لقي ولد قصيرة سط القم لا هادية هذي خصنا نديروها فوق البيت هي ودلة شردة ودلة نديروها لها غاية بسم الله هنا حطينا خبناك تعود تحمل غلق سبسقيناها كله خرج ماشي صح انا عندي ذاك الحلاق رزمني دابا خطا دابا درتي التحاليل الكل غاه وها حنا درنا تحاليل هو اللي خرج ليا قلت لك المرا راه تيرزم رجلي تيخليه تركبي كل واحد فين كيجي ماشي بحال دابا الطهره ما كيجيهاش في الرجل يجيها في الراس ايه والكوليسترول راه دالع في الصحه كامل كان بنادم حتى تيموت على خاطره داكشي اللي هما كان تيقولوا لا في ديك الحاجه لا في ديك الحاجه تيطيح تيقول اصلا ما كانوش كيدوزوا ما كانش تدوي علاش تدوي هذا سوق شهر شهرين بنادم ما مغر ما تيقولوا لا باش ما تبقاش قاعد اذا تدوي تيوريك مره يوريك هاي حبيبي بجد
فوق راه. حط حداك تما ما يردي البيت لي. ما غاديش كيما ستات كورونا كيما براس خايف. وناكلو عندكم راه ما عجنش اليوم. دير البيت دير البيت وديروا هذوك الاخرين اللي باردين. هات لك على الخبز. وراه لا حطيتها جرة. انا بنت. كلهم هذوك غير بنين ولعييتي مابقاش فيك الجديد والو. يلا نخلط انا وياك المقدار ونخدموها خاطر انت بني وفاطمه تمد. والله يا ربي الله علاش؟ كنت تبلط عبيدي ماشي كبد ليا. كنت تبلط عبيدي شتي في رجليا. عبيدي ورجليا قالا بجوج غيستر ركبه وراسها واحد بدا في الصحه دابا. والله يشافيك مو باقي تزيد الخبز باك ها الخبز هذاك عيقدنا هذاك فطور تاع الصباح مشى تتسخن انا فطور جا وجا وعاد الغدا هذا دابا راه البارد غتسخنو. قال لي كيبغي الخبز البارد قال لي كيبغي السخون. واش تي البارد ملي كديري في الفران كيولي يتبدل في بحال وي بصح كيولي حسن من هذاك اللي طايب باغا نفطروا واش عاد نقلبوا على الغدا ندبروا على الغدا عاد نفطروا بعدا نضمنوا هذا اللي موجود عاد نشوفوا اللي باقي بعيد. محدب سخان نجيبو صافي اولا حسب من دين لي هاد العدس اللي بالك مسخ بزاف هذا ديال الصغار فيه طوب حمر فيه طوب حمر ولكن طيابي ولكن واخا شتيه هكايا واخا فيه تمره ديال التنقيان ولكن تيطيب دغيا سبحان الله التراب ديالو كحل شي التراب ديالو اللون صغار هذا هو صغار تيكون شي كي داير كحل سبحان الله الحبه ديالو ويلا حسبتي قد التراب قد العدس قد قد زعما عرقي قول لي راه يتحك يتحك بحال الرقيق يطيح بارك ما تخوش باش يبان باش يبان جديده فاطمه ديال هذا لا ديال العم الفايت هذا ديال الجديد عاد كيحسدوه كيلو واش دابا حنا غنفطروا ولا غنلقاو العدس هذا شوفي فاطمه جاب لنا خدمه يا من موراك هي اللي بطيب انا بغينا نفطروا ولا لا درنا الجوع هذاك طيح الطوب هذاك جمعي 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 الا خسرتي هذا الفطور بشي تبيع جمعي واحد اه بغينا نجيب شي تغزل واحد الشيف ما نديروش كل واحد يلا حيدوا العدس صافي صافي استراحه فاطمه ديروا حبسين ديروا حبسين ديروا حبسين صافي خليها لي حبينا هذه زوير واحد مروينا احاميه احاميه هذا هيدو زوبي زميته ايه دير الشوكولاته كلها اجي زوينه اجي لها الخبزه تنقول لك راه زوينه ما كنعرفش ها انت يا فاطمه ها انت راهي الشوكولاته الشوكولاته انت كتاكلي الشوكولاته سيدي انت تاخذ الشوكولات عطيه ديرها خبزه في المعلقه في المعلقه نحن عاد حكينا وجدنا الخبز قد عدلنا يا رام الدنيا تاكلين ما تشاهدوا هذا بقى تدروني القصبة تاعك عرقي وهذا بقى سكت دوك زيد لي معنا كي دير بمول هو غادي تبقي هكا بس كي تعرفي شنو مناش داكش سي يضرك الرجلين
دوزو على العينين دوزو على دريد كلشي. واش غنجيب لك الصحة حتى ما كاين. ما يدير الخير الصحة. دابا بغيت شي طوب اللي غادي يبرد لك الدوزو. دمش. صباغه هذيك ام وحده هذيك اللي قلتي صباغه ولا شنو ديال ما الله يزيد لهم ما كانت خاطر زيد لهم غنديروا هذه حتى ما كفاتش ونزيدوا هذه كيما بغيتي حنا نجيرو عاد وجي لي منهم نجيرو غادي لي من هنا عاد وجي لي بسم الله هيا داك دابا باش مزيان كويا دوك الشقاق غادي تصدق هو فيه شي شقاق بعدا شوف على الطريق كيداير لا مصايب صراحه ما فيه لا شقاق لا والو الطراب دابا بحال تاع المقدار وتقول تيشق السلام عليكم وعليكم السلام واش كدير محمد ها انت كتشي كنغير هو غايكحل غايكحل هي على البرا اي ولا على الزيناتو دابا ملي درتي له الصباغه مع الخبز واش فيه تعكزي عليه يقولوا كاع كنقي لا تجي مزيانه هو دابا محد كي رياض ومن تاكل الكحولي عاد كيزيان تاكل الكحولي دايزه في الجن اه والله عين على يا ما يخبزوا فيه ما يستاهلش يخبزوا فيه وي ماما الحاجه بدات تولي جديده زوينه علاش تخسر راه خبزنا فيه اليوم خبز جا مزيان خبز جا على مزيناته الله عين هذيك المره كنتي كتقولي لي راه غيجيني عالي واش جاك عالي هاد المره لا لا جا وادك مزيان شتي ثاني ما كانش غنسد ثاني تحتاني نخبزو الفوق وجهك هيا ها نصايب لك والله الا تحتاني خصنا نسقدو في الراس ها نصايب لك جات ثاني القطه واش نسقدو جات الفرار اللي بغى يخبز اللي تحت يخبز اللي بغى الفوق الفوق لحقاش انا خايفه على داك الفوق هادي ها اللي طلعت الفوق لا ما تخافيش ام حدو لا ما نخافش واش تقد هذاك يدوزلو يدوزلو على الكلبي تاع شوية الغيس ها نديروها القزيره هاي القزيره ايه ونديرو لها شي دودها من ونحطو له الغيس فوقها وتحتها ايه لا الميكا الغيس ولا حنا باش ما تطيصوش العافيه على الغيس على هذيك الميكا راه الشيمين نصوبو الشيمين الشيمين اللي تيخرج بحالو العافيه اللي محمد صوب فرانو ويا صوب فرانه ها غادي غادي عيط حد لا مزيان خاكك مزيان صبغ على الباب ويصبغ. جات قبولة حسنة قالت لك درت الفران عند زينات. عجبها بعدا. راه قال لها ابن عيسى غنصوب لك فران. يصاوبوا بحال هذا تاني دابا يتعاندو محمد كلشي يصاوب بحال هذا كلشي يصاوب يشوفو يقول لك ديروا بحال البرا اللي صاوب محمد ان شاء الله وي بغيت الكوشه يلا بغيت الكوشه الله الا تبارك الله عليك وخلاص الله الا واخا الفرا اللي عندي زوين هذا جاماتي هذا احسن منه كاع عارفين صاوبنا شي واحد اخر ثالث يكون حسن تصبغ له حتى هذاك الدار عنده لا غير غير قال دير لحم قال دير لحم لا ماشي مشكل وراه غيولي كحل غير هي تتبان فيه تتخليك زعما تخبز وكل شيء فيها هذيك الكحوليه اللي ترا زوينه ماشي تخبز بلا جداك ها فران موحد هذا فران حتى تلبس نا درنا له شي راي قال كنبني فران قلت له زيد ولكن دار لك الحاجه عسكتي عليها لا دار شي حاجه تيديرها مزيانه
تيدير شي حاجه خايبه ولا شي حاجه. عرفت تبارك الله. يعطيك الصحه محمد. دابا محمد المعلم ومي حدهم الشاف. نسقلو انا سي غنديروا لهم كيك. ها شتو نديروا حجرات هي والحجرات من هنا. لا اخي عالي غنعمروه بالتراب. علاش خلي هذاك بارا عاود تصوب كيف دابا مزيان صافي مزيان. دابا راه غنحرقوا الديك هلا قاصة شي حديدة غادا تنوض جلدها بخطرة. لا داير لا شروير ديال الخبز من الحديدة. وحنا على عليدو. هما غاديو تخرجيو الخبز والله ما سبتكم محروق. علاش؟ من فوق. تيكون سخون. ايه العافية تضرب برا. اه حيد من فوق. لا لا لا. لا عا يحذيو عروسهم. غادي شي حاجة أخرى؟ غندير له هادي. غندير له هادي ونبقاو نسدوها من الفوق. ديرو لقا ديرها. أييه. هادي دبر راسك. أه. تجي هنايا. كما جيبها شوية لا. لا في درتها في الوسط. ها الوسط باقي. لا هو راه هو هذا الوسط، إلا دزتي من هنا تبان لك راه الوسط. طيح العجنه تحت. لا لا ما تخافيش ما تخافيش. ها انت شتي كما كنت فيها. ها قول بغيتيها في الوسط. لا لا خصها تهرب باش العافيه تهرب لهنايا. فهمتي دابا كيفاش؟ مشيتي للحاشيه. لا لا ما كاينش في الحاشيه. هي 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 كنصوب بعدا طاب نتوسع هاك لا نحط محمد. ها عاري ريم واحد الماء كاين شوية الماء ها كاين صافي بركة صافي
شكرا. باقي سخونة. شيش كليماتية؟ لا لا من برا عايزة وبايلة. قلنا ثلاثة هي كم حمد؟ ثلاثة. ها ثلاثة. ها ستة. ستة. سعود. ثلاثة. سعود. تقريبا جيد 21 وبارك عليك صافي بارك عليك صافي ياك الى كملتك 21 مزيان مزيان 20 مقسومة على من على خمسة. على خمسة. خمسة على خمسة تعطينا أربعة وهذيك الوحدة اللي غدير هذوك الجوج اللي غيبقاو لك تقسم عاوتاني وحده وتقسم الاخرى الله يرحم لك الوالدين فيك محمد فاطم وانت في كنت لا قلت لهم شتي جيتي وجيتي فيك محمد فاطم لا ترى صايب لا غير يخوي ليها بعد شويه الطرف اخوي وبعدو سير تي مغلف دخل ميكا ها انا قلت له الميكا انا مغلف والله يا يسرى انا شي انا يسرى ديما نسلك يا يسرى انا قلت له يا يسرى لا يسرى مكافحة أضرى غدا مزيان في الغد إيش هذا؟ كان فيه حزرة ها؟ حيد بقي ذكر المرض في التراب والله لم يصير حيد بقي شكرا الله يرحمها عايشين بس حوالي الخدمة دابا عادي بس تروي المصطفى السلام عليكم السلام كيف راه محدد؟ تدي انت هنايا فين كتشوف؟ ما تحفرش حفرة هنا علاش؟ ماشي ديالته ها حد هو ها غتحفر له هنا وانا ام وحدو ماشي انا اللي حفرت لا هما في غاد انت يشوفوا الحد وغادي ما غادي وانت فاش عرفتي هذاك هو الحد؟ ها الحد هو هذا لا باش هذاك هو الحد لا ام حد لا تا هو هذا ما تحلفيش هاد العشية علاش؟ والله ما هذاك هو الحد نتبعوك تبعوا الحطب هذا وهذا راه انتم زايدين عندنا وراه شدينا احنا بايد المولاد شدينا هذا الحطب شدينا فين هي؟ ها سد راجل فين هي هذيك وراه انت فايتها الله ما فايتها هذا فات نوض الصداع انا قلت لك هنا وانا ما في حد حفرينا حفرينا اول شيء امي والله ما تتهودوا والله ما تتهودوا بالله سكري غادي تهدم انا غنشد عليها بينا وغنمشي والله الا بحال هذه غتهود انا حتى غادي تمشي يا يا على الجسم انت غادي تمشي هبروا شدي من هنا وسير ماشي احد ولي محمد ولا لا كاينه راه احد منهم راه بغاو يتبعوا حد ابراهيم لا ما هذا باش هذاك ولا والله بنت انا غتهدم لكم حق في درب شكون تهدم لنا يا مريم هنا هنا شي موسى احنا صح انا بدي الحوايج يا محمد لا لا دابا مزيان ها دابا مزيان الفوقيه انا بغيت نضرب الفوقيه داك في قفضه كاين قطع عندك هذيك شنو اللقاط اللقاط خصنا اه اللقاط اللي داروا ليه الكورد انت قلت لنا هذا الراس هذا لا ما تخافش ما تخافش لا ما خاصوش يطلق غير يطلق عشان يجمع علاش مالا حنا نيتا نخليهم فوق على البنات يدوزو فيه من خرج هذاك الشيء كيكل حسن هيا هو العنبر خصهم تحفروا خصهم وانت قاعد خصهم الميزان شدي قد شدي اجي شدي نفس تيريا لا تيو امشي وطول هكا لا معايا فاطمة يا هب احبابي الكرام شكرا بزاف على المشاهده حفظكم الله ورعاكم وشكرا على التعليق ديالكم الزوينه والدعم ديالكم المتواصل والكلام الطيب يا ناس طيبين
من بعد ما درنا ديك الجعبة الفوق ديك النفاسة لأن باقي ما نشفات، لما تنشف إن شاء الله وغادي نخبزو فيها وغادي نوريكم واش الفران صدقات فيه ديك النتيجة أو لا ما صدقاتش إن شاء الله بحولها. أنا درت ديك النفاسة تما لأن علاش باش الفم ديال الفران راه واسع بقي يدخل الريح بقوة ولكن العافية غتخرج من الفوق، وهذا الشيء اللي كاين. شكرا لكم بزاف، بالسلامة عليكم، حتى الفيديو آخر إن شاء الله بحول الله.